هعيد معاكم عملت ايه. يا ريت ننزل المقادير تاني على الشاشه وانا برص كده طبق التقديم. اول حاجه حطينا المقادير الجافه لوحدها اللي هي كانت الدقيق والخميره والسكر والملح، حطيناها لوحدها خالص. قعدنا نلفها في العجانه وبعدين نزلنا عليها بالسمنه لحد لما السمنه ابتدت تتفرك مع المكونات الجافه لوحدها. بعدين نزلنا عليها بعد لما عملت لنا كتل كده كلاكيع باللبن والمواد السائله، ونزلنا عليها تدريجيا لحد ما عملت معانا عجينه مترابطه بس طريه مش ناشفه خالص. وقلنا ان عجينه المنين بتبقى عجينه ملزقه شويه، سبناها ترتاح ساعه. في الوقت اللي بترتاح فيه فردنا مع بعض الحشوه بتاعتها اللي هي كانت العجوه اللي عليها ريحه الكحك والسمنه، وقلنا في طريقتين للفرد، يعني نفردها قوي فنطلع بمنين متوسط الحجم زي ده، يا نفردها كبيره تبقى سميكه شويه فيعمل معانا منين الحجم الكبير اللي هو شبيه للسويس رول شويه. الاثنين ينفعوا. بعدين فردنا العجينه فوقيها الحشوه وبدانا نلف رول، بعدين ريحناها تاني ربع ساعه قبل لما ندخلها الفرن. دخلت الفرن على درجه حراره 180، قعدت من 20 ل 25 دقيقه. طلعت معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، طالعه خطيره جدا وشكلها زي بتاعت بره فعلا. طبق جميل وموفر وينفع نعمله بكميات كبيره قوي واحنا مسافرين كده، بدل ما نشتريه نبقى مجهزين حتى العجينه ونسويه كده بقلب ريحه البيض، بيخليها ريحتها فانيليا كده وجميل جدا. ودهننا الوش ببيض بفانيليا وسمسم على الوش وعملنا منين بيتي حلوه قوي زي بتاع الفرن. اتمنى حلقتي النهارده تكون عجبتكم، تستنوني في حلقات جديده دايما من سفره دايما. شكرا.